أعزائي المشاهدين، هنبتدي حلقة جديدة من هاي تيك. كل سنة وانتم طيبين. أولا هنبتدي أولى حلقات هاي تيك في 2020. إحنا قدمنا في هاي تيك فيري أب تو ديت تكنولوجي أو الجادجتس، يعني الأجهزة المتقدمة جدا جدا. عملنا ريفيوز كتير جدا عن أجهزة متقدمة كتير. في حلقة النهاردة هنقدم أبرز أحداث أو أجهزة أو تكنولوجيز موجودة أو ظهرت سنة 2019. 2019 طبعا أنا شخصيا بسميها عام الفولدينج فونز او الاجهزه القابله والموبايلات القابله للطي. طبعا الحدث الابرز هو الفولدينج فون في 2019. هنقدم لكم الموضوع ده حلقه للتاريخ. هنقدم حلقه النهارده بعنوان ذا فيوتشر از ناو. بنشوف ان الفيوتشر او المستقبل اصبح دلوقتي حقيقه. بنشوف دلوقتي الفولدينج فونز او الاجهزه الموبايل القابله للطي بقت حقيقه، وكانت سنه 2019 اتقدمت موبايلات كتير من النوعيه دي. هنشوف طبعا، هنسترجع اولا ذاكرتنا وهنقدم حلقه للتاريخ. التاريخ بيتكتب دلوقتي، كان في 2019 كانت نقله نوعيه كبيره في عصر الاجهزه. هنرجع بذاكرتنا لورا. في 2013 قدمنا في هاي تيك اولى الشاشات الاوليد. الاوليد هي شاشه عباره عن شريحه رفيعه سمك الورقه، سمك الورقه، شاشه سمك الورقه وقابله للانسناء. وقلنا ان دي المستقبل وهتغير في الأجهزة كلها. كل الأجهزة اللي بتستخدم شاشات هتتغير، سواء موبايل، سواء تابلت، سواء لابتوب، سواء تلفزيون. كل الأجهزة دي هتتغير وهتبقى قابلة للإنسناء عن طريق الشاشة دي. لكن قلنا إن الأجهزة دي مش شاشة فقط، في ماذر بورد، وفي لازم حاجة تحمي الشاشة، مش لازم تبقى مكشوفة كده، هيحصل لها بيرمان ديفورميشن، وده اللي عطل التكنولوجي دي كتير جدا علشان يقدر يخلي المذر بورد يقسمها نصين علشان تقدر تتني ويتعمل بينها وصلات وحاجات تانية كتير شرحناها قبل كده كتير. في حلقة النهاردة تعالوا نشوف أفضل موبايلات اتقدمت وكانت عصر الفولدنج فون ابتدى في سنة تاريخية بكل معاني الكلمة. في آخر سنة 2019 ظهرت الفولدنج فون، وبنشوف ان الفيوتشر ذا فيوتشر، حلقه بعنوان ذا فيوتشر از ناو. هنشوف الانواع، كل واحد ليه سمه مميزه ليه عن الفون اللي قبليه. لكن قبل ما نتكلم بقى عن الفولدنج فون، تعالوا دلوقتي نستعرض الاوليد، الشاشه اللي غيرت مسار العالم. ازاي شاشه سمكها سمك الورقه 2.1 ملي فقط، قابله للانسناء، مش محتاجه اي حاجه، هي مضيئه نفسها. ازاي هي غيرت العالم؟ قدمناها في 2013 وشفنا وحلمنا مع بعض في هاي تيك، وعصرنا احلام وبروتوتايبز كتير وحاجات واجهزه كانت يعني بنقدمها كبروتوتايب، مش حاجه لسه اتوجدت. قدمنا اجهزه كتير بتستخدم الشاشات دي. دلوقتي بنشوف الموضوع ده من لحم ودم، وبنشوف حلقه للتاريخ. تعالوا نشوف ونسترجع الاوليد دي عباره عن ايه، ونشوف نبتدي الفقرة والحلقة المميزة بتاعتنا النهاردة. يلا بينا. ادي شاشة قدمناها سنة 2013، هي دي موجودة من زمان جدا، شاشة مش ده الفيرجن الجديد بتاعها. ممكن شاشة دي، شاشة يا جماعة دي، تخيلوا دي شاشة رفيعة جدا سمك الورقة، مش محتاجة أي حاجة وراها، مش محتاجة باك لايت، مش محتاجة كلر فلتر، هي نفسها البيكسلز اللي فيها كيميكلز قبل بيوصل لها كهرباء، كل بيكسل بيوصل لها تيار كهربي تدي لون مختلف، فعشان كده بتكون الصورة. تقدر ان هي يطبقها تشتغل حاجة رائعة جدا. ادي بيطبقها في مشهد شاشة 18 انش اللي قدامنا دي، بيقدر يطبقها والفيديو شغال جواها، مشهد خلاب ورائع. لكن الموضوع مش شاشة يا جماعة بس، الموضوع فيه ماذر بورد وفيه بطارية وفيه حاجات تانية مش قابلة للتانية، فعشان كده الأجهزة دي اتعطلت ان هي تظهر. تعالوا في الفقرة اللي جاية نشوف الأجهزة القابلة للتاني موبايل. هنشوف دلوقتي فقرة بعنوان The Future is Now، أو المستقبل دلوقتي حق وحقيقي. هنشوف دلوقتي أول جيل من الموبايلات القابلة للطي في مؤتمر برشلونة 2019، سبتمبر 2019. هنشوف ان اول موبايل كان ابتدى بقى سلسلة الموبايلات بعد كده تدخل وشركات كتير تدخل. هنشوف اول جيل من الموبايل القابل للطي، هو عبارة عن شاشتين. كل موبايل من الموبايلات اللي هنقدمها دي ليه سمة مميزة. السمة بتاعت الموبايل اللي هنقدمه ان هو بيبقى موبايله ويتحول لتابلت والعكس
صحيح، في شاشتين، شاشتين هو شاشة يستخدمه هو مقفول من بره، والشاشة الكبيرة 7.3 انش أو بوصة عشان تستخدمه كتابلت وهو مفتوح. تعالوا دلوقتي نشوف الفقرة أو الموبايل اللي عمل ضربة البداية في الفولدنج فون وفي تاريخ الموبايلز. يلا بينا مع بعض، يلا يلا بينا بسرعة سريعة نعرف ونشوف أول جيل من الفولدنج فون أو الموبايلات القابلة للطي لأول مرة بحق وحقيقي يظهر بعد ما كنا بنتكلم كتير قوي عليه، وبيغير صناعة الموبايل. ودلوقتي نشوف الجيل الأولاني منه اللي قدامنا ده، ده أول جيل منه، ثلاث كاميرات، باك كاميرا، لايت كواليتي كيس، ميتال كيس، شاشة 7.3 أموليد كبيرة لما بيتفتح، عبارة عن شاشتين. بنشوف السبيكس الداخلية بقى 128 جيجا رام، حاجة يعني عظيمة جدا، وانترنال ستورج 512 و1 تيرا كمان، وبطارية 4380، وايرلس باور هاوس ان هو يقدر يشحن اي اجهزه من بره كده زي ما انتم شايفين، تحط الجهاز عليه يتفتح سهل ان هو يتمسك بيد واحده ويتحط في الجيب زي ما انت شايف، بتقفله كده اهو، شاشه بره وشاشه جوه، شاشه بره علشان يبقى يستخدم كموبايل صغير، وشاشه اللي جوه علشان يستخدم كتابلت في لما الشاشه تتفتح، يتمسك في ايد بيد واحده سهل جدا ويتحط في الجيب، بورتابل جدا. بنشوف بتقدر الالوان بتتغير في بلو وجرين وسبيس سيلفر وبلاك كوزموس بلاك، اسود ميتاليك رائع جدا. الكيس الميتاليك طبعا حاجه جامده جدا وروعه زي ما انتم شايفين. بنشوف بقى الروعة نفسها، الاب ترانزيشن من الوضع ان هو صغير وكبير. بنشوف دلوقتي بيفتح الابليكيشن من الوضع اللي فات، ثانية تاني هنراجع الموضوع ده تاني، هو بيفتح الماب في الشاشة الصغيرة، بمجرد ما بيفتح الموبايل في وضع التابلت بتبقى نفس الابليكيشن بس بحجم تاني، فده الترانزيشن جامد جدا ورائع. وطبعا الاندرويد اتعدل فيه علشان يعمل الاكشن ده او الحركه دي، بيكمل مره بالشاشه الصغيره ويكملها بالشاشه الكبيره، مفيش فرق خالص. ثلاث كاميرات في القدام، في السيلفي في ثلاث كاميرات، تليفوتو يا اما وايد يا اما سوبر وايد، كل مره بيتغير الوايدنس بتاعها او الاتساع بتاعها علشان تاخد مساحه اكبر. تقدر تستخدمها فولدد وان فولدد، يعني تقدر تستخدمها في وضع التابلت او في وضع الموبايل، وهو وضع التابلت طبعا 7.3 انش. هنشوف دلوقتي هنستفيد ازاي بقى من الشاشه الكبيره دي، وهتعمل سهوله في الاستخدام في الموبايل وتخلي طرق استخدام تانية ازاي زي ما هنشوف دلوقتي. فيديو كونفرنس مثلا هتشوف ان انت جزء فوق وجزء تحت بتشوف شاشه كبيره فيديو كونفرنس، عكس قبل كده كانت اللي بتكلمه بيظهر كبير وانت بتظهر صغير. نشوف بقى ازاي تتفرج على افلام بشاشه كبيره وتلعب جيمز بشاشه كبيره، طبعا بيغير طريقه استخدامك للموبايل تماما. ادي شاشه كبيره كانك بتلعب على تابلت، تقدر تعمل براوزنج للانترنت بشاشه كبيره كانك بتعمل على تابلت بالظبط، او تصفح الانترنت على تابلت. بالتاكيد طفره ونقله نوعيه في صناعه الموبايل، والتاريخ بيتكتب من اول وجديد، نقطه من اول السطر بالنسبه للموبايل، من قدرته الكبيره جدا توصله بشاشه علشان يشتغل ككمبيوتر وتستخدمه ككمبيوتر، توصله بماوس وكيبورد ويبقى هو كمبيوتر. بالتاكيد نقله نوعيه كبيره، موبايل ست كاميرات تو سكرينز، وجد استخدام جديد للموبايل وبدايه لحاجه جديده
ونقطة من أول السطر في عصر الفولدد فون أو الموبايلات القابلة للطي. شفنا الطلقة الأولى من عصر الفولدبل فون إزاي كانت طلقة جامدة جدا وجبارة جدا وبتأثر في صناعة التكنولوجي وفي صناعة الموبايل. هنشوف دلوقتي الطلقة الثانية في الفولدينج فون. هنشوف تاني أول فولدينج فون في العالم. بنشوفه بكونسبت مختلف أو مفهوم مختلف. كل واحد بيشتغل على مفهوم مختلف عشان يتميز عن التاني. الفولدينج فون اللي فات كان الشاشة المنثنية كانت جوه. يعني لما تطبقه ما بتبقاش موجودة، تفتحه يبقى الشاشة من جوه. هنشوف دلوقتي العكس، الشاشة من بره علشان يدي منظر جمالي جامد جدا. لكن طبعا العيوب بتاعته ان هو بيبقى فراجايل او رقيق جدا، اي وقعة طبعا يعني هتأثر فيه بشكل شديد جدا. طبعا الشاشات دي شاشات مرنة. هنشوف عصر الموبايل بشاشات مرنة هيعمل ايه وشكلها هيبقى ايه، وبنشوف الروعة نفسها، روعة، جهاز روعة جدا، حاجة تحفة تكنولوجية على وجه الأرض. يلا بينا نشوف تاني طلقة من الفولدينج فونز في عصر الهاي تك. يلا بينا بسرعة سريعة نعمل ريفيو دلوقتي عن الطلقة الجميلة اللي شايفينها دي، التحفة التكنولوجية القابلة للطي، ونشوف ازاي حلم التكنولوجي بيتحقق على أرض الواقع بحق وحقيقي، مش مجرد بروتوتايب أو ديمو الجهاز احنا بنعمله أو بنستعرضه من أيام في معرض برشلونة 2019 في شهر 9. ظهر برضو الموبايل ده وزيح عنه الستار القابل للطي وسط صراخ وهتاف من المشاهدين في لحظة توقف عندها الزمن طويلا. يلا نشوف صفحة جديدة في تاريخ البشرية. الموبايل اللي قدامنا من نوعية الموبايلات القابلة للطي اللي فات ده اللي بنستعرضه، اللي فات ده كان الشاشة من برة، من جوه القابلة للطي ادي اللي احنا استعرضناها قبل كده. تاني ادي ده اللي استعرضناه قبل كده، كانت الشاشة القابلة للطي هي اللي جوه. لكن اللي احنا بنستعرضه دلوقتي الشاشة من برة، هو ده الاختلاف، بيدي شكل جمالي رائع جدا وكمان نحيف جدا. لما بنقفل الموبايل اللي فات كانت الشاشة اللي برة هي اللي بتشتغل، بعكس ده الشاشة داير ما يدور حواليه، لما بيتقفل هي بتبقى الكيس بتاعته أو الشكل المحيط بتاعه، حاجة جبارة. عكس الموبايل الأولاني طبعا شاشتين، ده بيخليه أشيك لكن طبعا فراجايل وفي عرضة ان هو يتكسر. بنشوف الثيكنس بتاعه حاجة جامدة جدا. الشاشة الورانية 6.4 من 10 انش والشاشة القدامانية 6.6 انش. طب ليه؟ طبعا عشان في كاميرا في الشاشة الورانية، فبيبقى الشاشة الورانية اقل شوية. لما يتقفل بيبقى فولي فلات رائع جدا. وادي الكاميرات، الثلاث كاميرات اللي ورا، دي شاشة مارنة برضو التاني ورا، فيه هنا ثلاث كاميرات وسنسور طبعا. ده هنا الشاشة دي 6.4 انش، الشاشة اللي وراها كاملة بقى من غير الكاميرات بتبقى 6.6 انش او بوصة. العيوب طبعا ان هو بيبقى كله داير ما يدور، فراجايل وازاز وقابلة للتاني، ولكن سوبر ثين. نشوف النحافة بتاعته حاجة روعة، كاني ماسك كفر رفيع للدي في دي، حاجة جامدة جدا يا جماعة. السيرفس بتاعه طبعا سموث. العيوب بتاعته برضو بمجرد ما تفتحه كده، تفتحه يتفتح ويتعمل تك، يتفتح على بعضه ويبقى تابلت، ويبقى ممكن يتحط في كذا وضعية، وضعية التنت علشان يبقى فيه شاشتين متشافين، او افتحه على الاخر ويبقى لوك في وضع التابلت، تفتحه على الاخر كده يبقى تسمع صوت اللوك بتاعه. يبقى شاشة 8 انش على بعضيها 8 انش، ديسبلاي تحفة، حاجة روعة تستخدمه بايد واحدة، تستعرض بيه الانترنت او ممكن بايديك الاثنين
هنشوف بقى الاستخدامات المختلفة، وتخيلوا الرفع الرائع بتاعه، حاجة جامدة، حاجة رفيعة جدا. تعالوا نشوف بقى الجريب بتاعه، الكاميرا هيشوف نفسه لما بتصور حد قدامك، هيشوف نفسه في الشاشة الخلفية، لان في شاشة ورا وفي شاشة قدام طبعا، يعني انت بتصور واحد هو شايف نفسه وهو بتصور، ده برضو حاجة تانية في الاختلاف. في النهاية احنا قدام حلم اتحقق، والاسئلة ازاي هيتعمل الجهاز ده كفر، هو اصلا الشاشة بتاعته كفر، هيتعمل له كفر ازاي؟ ده اللي هنشوفه في خلال الايام الجاية. بطارية 4500 ملي امبير، هتعيش طبعا كتير جدا. في النهاية احنا قدام عصر جديد بكل معنى الكلمة، وتحفة تكنولوجية رائعة، موبايل رفيع وهو مقفول، تحفة وهو مفتوح، تابلت موت خفيف جدا، ويوجد طريقة جديدة لاستخدام الموبايل مختلفة تماما عن الموبايلات العادية بكل تأكيد. بالتأكيد الفولدبل فون هي الجيل الجديد، ونقطة من أول السطر في عصر الموبايل. بنشوف الشاشة المرنة ازاي بتتحني، اتقسم الموبايل على جزئين، المذر بورد اتقسمت على جزئين وفي النص واصلة، وازاي الشاشة بتنحني، ومحتاجة كمان بروتكشن قابل للانحناء، يعني الشاشة دي في قدامها بروتكشن او حاجة بتحميها شفافة قابلة للانسناء. تعالوا بعد كده نشوف الجيل اللي بعد كده، او الجهاز اللي بعد كده، والجهاز ده فاز بأفضل جهاز طبعا فولدد في الشكل طبعا. هنشوف كل واحد بيقدم سمة مميزة ليه طبعا. يلا بينا نشوف الجهاز اللي بعده. هنشوف دلوقتي الطلقة الثالثة في الفولدينج فونز، او الجهاز الثالث في عصر الفولدينج فونز. هنشوف ان كل جهاز زي ما احنا قلنا انه بيقدم سمة مميزة ليه تميزه عن الاجهزة اللي قبل كده. الاجهزة اللي قبل كده كانت كلها عبارة عن فون وتابلت، يعني جهاز تليفون بيتحول لتابلت، سواء الشاشة من برة او من جوه، الجهازين اللي فاتوا. هنشوف دلوقتي كونسبت او مفهوم مختلف في الجهاز ده. كل الناس بتحلم ان يبقى عندها موبايل يتحط في الجيب صغير، ولما يطلع من الجيب يتفتح يبقى موبايل كبير بشاشه كبيره، ده اللي بيحققه الفون ده. شفنا النموذج ده في الموبايلات بتاع زمان، الموبايلات بتاع زمان اللي تطبق وبعد كده يبقى فيه كيبورد وشاشه فوقيها، الكلام ده طبعا هنشوفه لكن بشكل مختلف تماما. هنشوف جهاز لما بيتطبق بيبقى الشاشه الفوقانيه هي اللي بتشتغل، ولما بيتفتح بيبقى موبايل كبير 6.3 انش بس بيتحط جوه الجيب، يعني موبايل بيتصغر ويتفتح يبقى موبايل كامل كبير. يلا بينا نشوف الطلقة الثالثة في العصر الجديد، The future is now، الفولدينج فون. يلا بينا هنشوف دلوقتي الطلقة الثالثة في العصر الفولدينج فون. بنعيش دلوقتي في عصر الفولدينج فون، عشناه أول جيل أهو، العبارة عن الموبايل ده او الموبايل التاني اللي احنا استعرضناهم قبل كده، اللي هو موبايل بيتحول لتابلت، لكن بنشوف ده كونسبت مختلف تماما، موبايل كبير بيتحول لموبايل صغير يتحط في الجيب، وده بيعمل ميك سنس او بيبرر ليه احنا بنستخدم فولدنج فون، وده حاجة منطقية جدا ان الموبايل كبير انا عاوز احطه في جيبي يصغر ويتحط في الجيب. يلا نلقي الضوء على الطلقة الثالثة في عصر الفولدنج فون، أو في عصر الموبايلات القابلة للطي. بنشوف دلوقتي تحفة تكنولوجية مجسدة على أرض الواقع، خدت نفس شكل موبايلات زمان، زي ما بتتفتح الموبايلات بتاع زمان دي، واللي كان ليها رواج كبير، وده بيعمل سنس ميك سنس أو حاجة منطقية اللي احنا نستخدمها. بالفضل الهنج، شايفين الهنج أو المفصلة الرائعة اللي ليها مكان، إن لما الموبايل بيتني الشاشة بتتني جوه الحفرة الموجودة دي، معمول لها مكان مميز جدا بحيث إن لما تتفتح ما يبقاش في أي كسرة وتحافظ على الشاشة جواها. آدي لما بتقفل كده، دي الشاشة يا جماعة الرفيعة دي، يا جماعة الشاشة، تخيلوا دي الشاشة، ها
الشاشه دي لما بيتقفل الموبايل بتدخل جوه الحفره الموجوده جوه هنا علشان تحافظ عليها في مكان موجود جوه. حاجه روعه احساس انها الشاشه كامله مفيش اي اثار لما تتفتح، مفيش جاب لما بيتقفل الموبايل، بقى مفيش اي جاب من الجنب علشان تحافظ على الشاشه تماما. وكمان في التشن ده اللي قدام ده يبقى لما بيتقفل هنشوف ادي بتفتح ما بيبقاش فيه اي فاصل، ولما بتتقفل بيبقى سيلد تماما تماما، بتتقفل على نفسها بحيث ان هي ما تحصلهاش لو وقع الموبايل يحصل له اي حاجه. حاجة جامدة جدا، مفيش أي جاب بتبقى ظاهرة. الشاشة الجاب دي لما بيقفل ليها أهمية طبعا، إن هي بتبقى الشاشة محمية بالكامل. أدي الشاشة بتدخل جوه هنا، ولما بيتقفل بيبقى الشاشة محمية بالكامل، مفيش أي جاب بين الجزئين. تعال نشوف بقى التكنيكال هو عبارة عن إيه، طريقة استخدامه. لما التليفون بيتفتح بيبقى شاشة كبيرة 6.2 انش، الشاشة الصغيرة اللي قدامنا دي للنوتيفيكيشن بس، نوتيفيكيشن مثلا موبايل، رسالة، واتساب، عاوز تكمل النوتيفيكيشن دي افتح الموبايل، مش هتقدر تستخدم الشاشة اللي بره دي في حاجة. عاوز ده ميك سنس برضو، اللي انت بتشوف نوتيفيكيشن عاوز تتعامل بقى مع النوتيفيكيشن دي او الاشعار اللي جالك دي، تدخل في الشاشة الكبيرة وتكمل الشغل بتاعك، في ايميل، اس ام اس، واتساب، في كل النوتيفيكيشن تبقى في الشاشة وهي مقفولة، في الشاشة اللي بره وهو مقفول، وبعد كده تكمل بقى. عاوز تكتب بقى، تعمل ريبلاي على الايميل، تعمل تجاوب على الايميل او على رسالة الواتساب او وات ايفر بقى هي ايه. بنشوف ان انت الاكسترا سكرين مش عكس بقى الاكسترا سكرين اللي هي بتكمل في الموبايل اللي فات، انت شاشة كبيرة بتكمل على شاشة اكبر، لكن ده حاجة تانية ومفهوم مختلف. زي ما احنا قلنا كل موبايل ليه المفهوم بتاعه. هنشوف بقى الاكسترا سكرين ممكن تستخدم في ايه كمان. ممكن في الكاميرا كمان، في السيلفي كاميرا، انت عاوز تصور بالكاميرا سيلفي كاميرا قدامك، كل حكاية هتهز الموبايل او تضغط على البوتون من جنب، ادي هزيت الموبايل، يا اما تدوس على الزرار اللي في الجنب هتشتغل السيلفي كاميرا على طول، وتضغط على الشاشة، يا اما تضحك علشان تتصور هو هيكتشف ان انت ضحكت وصورك، يا اما تعمل تاب على السكرين على طول، او تستخدم الكاميرا اللي جوه ويبقى في ايموجو حلو جدا في الشاشه اللي بره بيعبر عن اللي بيحصل. هو ده الديزاين اللي كل الناس طلبته في استطلاع الراي وكانت بتتمناه. تشوف دلوقتي التشين ويدج دي اللي هو الميتال اللي قدام ده، وظيفته ايه؟ الكتله الميتال اللي قدام دي وظيفتها ايه؟ فينجر برينت سنسور، يو اس بي سي عشان تشارجنج، يا اما سبيكر ستيريو، فيها كل الثلاث حاجات دول، سنسور للبصمه وستيريو سبيكر ويو اس بي للتشارجنج تايب سي. الانترنال ستورج 128 جيجا، ما بيستوعبش مايكرو اس دي، دي من العيوب طبعا. شاشه ووتر ريزيستنس للدروب، مش ووتر ريزيستنت بمعنى ان انت توقعه في الميه، لكن يبقى فيه دروبس مطر ينزل عليه. البروسيسور سناب دراجون 710، مش اخر حاجه لكن يعني معقول. الرامات 6 جيجا بايت، كله كويس، لكن طبعا احنا شفنا الموبايل اللي قبليه كان 12. كله كويس لكن مش اعلى حاجه زي الفلاج شيب. لكن بنشوف طبعا ده يا جماعه الجيل الاولاني برضو من النوعيه دي من الفولدنج فون، ما تنسوش كده ان ده الجيل الاولاني. بعد كده هيتعمل حاجات تانية طبعا، ثلاث كاميرات بقى وانترنال سبيس اقوى من كده وبروسيسور اقوى من كده، لكن ده الديزاين اللي الناس كتير كانت تتمناه ان يبقى ان هو يتقفل ويتفتح، موبايل صغير وموبايل كبير. وبكده نكون شفنا عصر جديد من الفونز، عصر الفولدنج فون، وين ذا دريم كام ترو، او الحلم بقى حقيقه، وذا فيوتشر از ناو.
كل حلقاتنا كنا بنتكلم على الفيوتشر، في المستقبل هيحصل كذا، في المستقبل هيحصل كده. احنا دلوقتي بنعيش عصر المستقبل، ونقطة من أول السطر في عصر الموبايلات. وبكده نكون شفنا أفضل حاجات استعرضناها في 2019 هو عصر الفولدنج فون، وكان حاجة رائعة جدا. أعزائي المشاهدين، للأسف وقت حلقتنا خلص، لأن دايما أوقات الجادجتس حلوة وبتخلص بسرعة. استمتعنا طبعا جدا بالفيتشرستيك والأجهزة الفيتشر، الأجهزة الفانتازية بتاعت الجادجتس والألترا هايتك، وشفنا إزاي هي بطل حقيقي، بقت بطل حقيقي في حياتنا اليومية دلوقتي، وإزاي بتحول حياتنا لحياة أشبه بالخيال العلمي. في ختام حلقة النهاردة أرجو أن أكون قد قدمت رؤية جديدة وبشكل جديد. شكرا وإلى اللقاء.